أصحاب السمو والسادة والسيدات بسم الله وعلى بركة الله نبدأ معكم الجلسة الأولى من مؤتمر الاستثمار السياحي في الباحة وجهة الغد. محور هذه الجلسة حول استكشاف الجاهزية السياحية في منطقة الباحة، أيضا للحديث عن كيف يمكن أن تساهم الجهات الحكومية في دعم ودفع عجلة النمو السياحي في الباحة لتتحول المنطقة إلى وجهة سياحية واستثمارية رائدة، أيضا تسليط الضوء على القيمة الحقيقية وخطط التطوير والتنمية للمواقع السياحية البارزة في منطقة الباحة. يشارك في هذه الجلسة كل من يسرني دعوتهم تباعا عند سماع أسمائهم إلى المنصة الرئيسية، المهندس حميدي حمام مشرف بوابة استثمارات البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ عبدالله القحطاني مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتطوير الوجهات السياحية بوزارة السياحة، الأستاذ تركي القحطاني مدير مشروع تطوير منطقة الباحة. يدير هذه الجلسة الأستاذ باسل طلال المدير الإقليمي لمجموعة فنادق راديسون بالسعودية والكويت والمشرق العربي. أستاذ باسل الحديث إليك الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر لكم حضوركم. بداية نبدأ مع المهندس حميدي بالسؤال الأول، يعني ما هي منجزات البلدية اللي ساهمت في دفع عجلة التطور في المنطقة وساعدت على تحسين المناخ الاستثماري وجذب المستثمرين بشكل عام؟ طيب، أولا مساكم الله بالخير جميعا، شاكر ومقدر لكم هذه الاستضافة. طبعا وزارة الشؤون البلدية والقروية عملت بشكل كبير خلال الفترة الماضية من خلال مسارين رئيسية لتحفيز وتطوير الاستثمارات البلدية لخدمة المنطقة من الناحية التنموية ومن ناحية الاستدامة المالية. المسار الأول اللي عملنا عليه خلال الفترة الماضية مسار التنظيمات والتشريعات، وتكلل الحمد لله بالنجاح من خلال إصدار لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة التي صدرت مؤخراً، متضمنة العديد من الممكنات النظامية والمحفزات الاستثمارية للقطاع الاستثماري مع البلديات، من ضمنها نماذج استثمارية جديدة، من ضمنها فترات للمستثمرين للمساهمة في تحفيزهم للاستثمارات. هذا فيما يخص المسار التشريع والتنظيم بالإضافة إلى العديد من الضوابط. هذه ساهمت بفضل الله بشكل كبير في جذب شركات استثمارية كبيرة، وقعنا عقود بفضل الله خلال السنة هذه والسنة الماضية بمجهودات الإخوة الزملاء في أمانة منطقة الباحة، عقود استثمارية ضخمة، منتجعات سياحية وفنادق وكذلك خدمات ترفيهية. الشق الآخر اللي عملت عليه الوزارة هو الشق يخص إعادة هندسة الإجراءات للاستثمارات البلدية، وبفضل الله يعني نجحنا بشكل كبير في تسهيل الجيرني الخاصة بالمستثمر والتواصل ما بينه وما بين الأمانات والبلديات على المستوى من خلال إصدار بوابة الاستثمار البلدي فرص. عظيم، الله يعطيكم العافية. سؤالي القادم للأستاذ عبدالله القحطاني، ما هي آخر الجهود المبذولة ضمن برنامج تطوير الوجهات السياحية المعتمدة في الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية فيما يخص وجهة الباحة؟ أول شيء بسم الله والسلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. طبعا احنا انطلقنا بعد عمل من خلال الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية اعتمدت في 2019، وكان من ضمنها عدد من الوجهات السياحية ذات الأولوية ومن أهمها الباحة. عملنا مع شركائنا في المنطقة، عمارة المنطقة، مكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة، أمانة الباحة وغيرها من الجهات، على وضع خطة تطوير لمنطقة الباحة، نحاول نرصد أهم المقومات اللي موجودة اليوم في المنطقة. المقوم موجود في المنطقة من ناحية تنوع المواقع السياحية اللي فيها،
مضياف الشعب أو المجتمع المحلي في المنطقة مضياف، وهذه من أكبر الركائز المهمة في تطوير أي منطقة سياحية. عملنا خلال الخطة على 3 مراحل. كانت المرحلة الأولى اللي هي دراسة الوضع الراهن وتحديد خط الأساس للمنطقة وأبرز المقومات اللي فيها، العرض السياحي اللي موجود، التنوع الخدمات اللي موجودة، تقييم البنية التحتية، وبعدها عملنا تقييم لكافة المواقع السياحية الموجودة في المنطقة، أكثر من 55 موقع سياحي كمرحلة أولى. طلعنا بالنتيجة التقييم هذه إلى 15 موقع تعتبر ذات جذب عالي جدا في المنطقة، تحتاج عمل كثير في رفع جاهزية البنية الأساسية فيها، تقديم تجربة لزائر هالمواقع بحيث أنها تكون فيها عدالة ومنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة. ظهرنا في المرحلة الثالثة بخطة تنفيذية كان فيها إقرار الحمد لله من أمارة المنطقة سمو أمير المنطقة اللي كان من أكبر الداعمين لهالخطة، فيها أكثر من 28 مبادرة تتنوع في أكثر من محور، شيء خاص في المجتمعات المحلية، شيء خاص في البنية الأساسية، في التفعيل السياحي في هذه المواقع. وهذا كان العمل وانهيناه تقريبا في شهر مارس الماضي، وعرض على سمو أمير المنطقة وكان في إقرار للخطة الحمد لله، وكان فيها توائم بشكل كبير مع الاستراتيجية اللي تعمل عليها اليوم إمارة المنطقة للتطوير السياحي إن شاء الله. تمام، كل الشكر. السؤال القادم للأستاذ تركي القحطاني، ما هو دور المكتب الاستراتيجي في زيادة جاذبية منطقة الباحة من أجل استقبال الاستثمارات والمستثمرين؟ أول شيء السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا، أشكر لكم الدعوة على الحضور، وأشكر سمو سيدي أمير المنطقة على رعايته لهذا المؤتمر، وأشكر أصحاب السمو والسعادة والمعالي والحضور الكريم على حضور. إحنا في المكتب الاستراتيجي سعيدين جدا بتزامن بدء الأعمال التشغيلية في المكتب الاستراتيجي مع عقد هذا المؤتمر ليحقق أحد الأهداف الرئيسية للمكتب وهو جذب الاستثمارات. لكن خليني أوضح دور المكتب الاستراتيجي من البداية. في إطلاق سمو سيدي ولي العهد الله يحفظه في 17 أكتوبر الماضي لثلاث مكاتب استراتيجية في الباحة وجازان والجوف، وكانت أحد المهام الرئيسية لإطلاق هذه المكاتب هي جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التنمية للمناطق بناء على الميز النسبية. كذلك توجيه سمو سيدي أمير المنطقة لنا بأن يكون ملف الاستثمار على رأس الأولويات في العمل المكتب الاستراتيجي. هذا بشكل مختصر يوضح دور المكتب الاستراتيجي، أنه مع جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص في المشاركة. اشتغلنا على مسارين، المسار الأول كان استراتيجي وهو بناء استراتيجية لتطوير المنطقة بناء على رؤية 2030 وبالمواءمة مع الاستراتيجيات الوطنية، مثال ذلك الاستراتيجية الوطنية للسياحة أو الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بناء على الميز النسبية للمنطقة، وهي الآن في طور المراجعة والحصول على الموافقات من أجل رفعها للمقام السامي الكريم للاعتماد. هذا فيما يخص المسار الاستراتيجي. المسار التشغيلي عندنا 3 نقاط رئيسية: اهتمامنا بتطوير البنية التحتية لمنطقة الباحة هي أساس لجذب المستثمرين، مثال ذلك هيئة الطيران المدني مشكورين لديهم مشروع إلى توسعة الطاقة الاستيعابية لمطار الملك سعود في العقيق من 500,000 مسافر سنوياً إلى 1,000,000 مسافر سنوياً، أي بزيادة 100%، وهذه أحد المشاريع اللي تحتاجها منطقة الباحة في المستقبل إن شاء الله القريب أنه يكون جاهز. كذلك الطرق والخدمات العامة، نكون على استعداد أن المناطق المهيئة للاستثمار تكون جاهزة للبنية التحتية مثل الطرق، شبكات المياه، الكهرباء، الإنترنت، والخدمات الصحية والخدمات التعليمية في المنطقة ترتفع من أجل جذب الزوار اللي هم أساس الاستثمار للمنطقة. كذلك عندنا مبادرة إلى بناء نموذج تشغيلي لملف الاستثمار على المستوى المنطقة بشكل كامل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الاستثمار، مع الجهات المالكة للفرص الاستثمارية، الأمانة، المركز الوطني للغطاء النباتي، هيئة عقارات الدولة، هيئة الأوقاف، وزارة الزراعة والمياه، من أجل أن ييسر رحلة المستثمر في منطقة الباحة. كذلك ما راح ننتظر لين تنتهي هذه المبادرة أو هذا المشروع، احنا بدينا بالفعل بالجلوس مع المستثمرين، سمعنا لهم التحديات الموجودة عندهم، جلسنا مع
الجهات المالكة للفرص الاستثمارية وبدينا نناقش معهم كيف نعظم الفائدة منها لتتواكب مع مستقبل الباحة وترجع بالنفع على التنمية الشاملة لمنطقة الباحة. إذا بغيت أختصر عمل المكتب، ما هو مناسب للاستثمار هو مناسب لمنطقة الباحة. شكرا لكم. شكرا لك. يعني العنوان الرئيسي تذليل الصعاب بشكل عام بإذن الله إن شاء الله. نرجع للمهندس حميدي، ذكرت من شوية اسم بوابة فرص، هل ممكن إلقاء الضوء على بوابة فرص؟ ما أهدافها؟ ما المزايا اللي تقدم المستثمرين والاستثمار في الباحة؟ طبعا زي ما ذكرت، بوابة الاستثمار البلدي فرص هي نتائج العمل على المسار إعادة هيكلة الإجراءات وهندستها، وهي إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتسهيل رحلة المستثمر في الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتاحة اللي تطرحها الأمانات والبلديات. البوابة هي عبارة عن جسر للتواصل ما بين المستثمرين في المنطقة أو خارج المنطقة مع الأمانات والبلديات الموزعة داخل المملكة، وهي عبارة عن أتمتة لكامل الإجراءات الورقية التي كانت تتم في البلديات وأصبحت بشكل إلكتروني، بحيث أنها تسهل رحلة المستثمر وترفع مستوى التنافسية على الفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى رفع مستوى كذلك الشفافية لدى المستثمرين ووضوح الفرص الاستثمارية ومراحلها وحالتها من خلال البوابة. البوابة الآن متاحة لجميع المستثمرين، كامل رحلة التقديم على الفرص الاستثمارية وتوقيع العقود واستلام المواقع أصبحت بشكل مؤتمت دون الحاجة إلى حضور المستثمر لمقر البلدية أو الأمانة. سابقاً كان المستثمر يحتاج إلى 6 زيارات تقريباً للأمانة أو البلدية للتوقيع للعقد الاستثماري واستلام الموقع، الآن بلا أي زيارة من خلال موقع إلكتروني أو تطبيق فرص يستطيع التقديم والحصول على الفرص الاستثمارية. شكراً جزيلاً أستاذ حميدي. السؤال أستاذ عبد الله، من وجهة نظركم ما هي أبرز المواقع السياحية المعتمدة ضمن الخطة الرئيسية في منطقة الباحة؟ طبعاً مثل ما ذكرنا احنا في الخطة عملت تقييم أكثر من 53 موقع سياحي اليوم في الباحة، رصدت 15 موقع ذات إمكانيات عالية. يمكن اليوم دور الجهات الحكومية هو توحيد جهودهم في رفع جاهزية هذه المواقع بحيث أنه توفر المتطلبات الأساسية من بنية أساسية وغيرها للمستثمر حتى يبدأ هو عملية التطوير وتفعيل هذه المواقع وتقديم التجربة اليوم للزائر. طبعاً من خلال عملنا في وزارة السياحة كان في مبادرة لتقييم جاهزية مثل هالوجهات وهذه المواقع ورص أبرز الفجوات فيها، تشاركنا فيها مع كافة الجهات الحكومية عشان يكون في برنامج زمني واضح لكيف رفع جاهزية هذه الخدمات وتجهيزها للمستثمر. اليوم العلاقة يمكن علاقة نقول تشاركية هي ما بين جهات حكومية وقطاع خاص ومجتمع محلي. المجتمع المحلي حتوفر له فرص عمل ضمن هذه المشاريع، حتوفر له فرص استثمارية متناهية الصغر مناسبة لي. طبعا خلال الخطة رصدنا وحددنا 3 مناطق تجمعات نعتبرها هي مناطق سياحية ضمن وجهة الباحة تتركز فيها أبرز المواقع، كانت في واحدة منهم اللي هو في شفا الباحة، الموقع الثاني في بلجرشي، والموقع الثالث منطقة جبل شدا. طبعا في كل منطقة من هذه المواقع فيها أكثر من 5 مواقع سياحية، مثل جينا في شفا الباحة عندنا رغدان، غابة خيرة، وغير المواقع عندنا في بلجرشي وسط بلجرشي، وربطنا فيها قرية ذي عين، ربطنا شدى الأعلى مع شدى الأسفل. لتسريع العمل يمكن بادرت الوزارة اليوم بالاشتراك مع الجهات المشرفة على هذه المواقع وعملنا مخططات تطويرية ماستر بلانينج أو كونسبت ماستر بلانينج للمواقع، نوضح فيها إيش نوع الفرص اللي موجودة فيها، نوضح إيش التجربة اللي راح تقدمها هذه المواقع. طبعا كان الموقع الأول في وادي بني حسن في الباحة، الموقع الثاني سوق السبت في وسط بلجرشي، والموقع الثالث هو طبعا عبارة عن موقعين في شدى الأسفل وشدى الأعلى ومع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
طبعا هذا اليوم كونسبت ماستر بلان جاهز فيها. اليوم احنا شغالين مع الجهات المشرف عليها على وضع الخطه التنفيذيه. سمو امير منطقه الباحه حفظ الله يعني شرفنا انه شكل لجنه برئاسه وكيل الاماره للاشراف على تطوير هذه المشاريع حتى نسرع عمليه التطوير فيها وحل اي تحديات او عوائق باذن الله. شكرا شكرا. السؤال الاخير للاستاذ تركي، ما هو العنوان السياحي المتوقع لمنطقه الباحه؟ شكرا لك على السؤال. انا ودي اشكر سمو الاميره هيفا، اعطت نظره عامه عن مستقبل السياحه في المملكه وبالخاص منطقه الباحه، لكن ودي اتكلم عن مميزات بعض المميزات لمنطقه الباحه. مثلا لو شفنا ان هناك اكثر من 72 موقع تراثي تم تسجيلهم في هيئه التراث، ومن ضمنها كما ذكرت سموها قرية ذي عين، والعمل جاري على تسجيلها الآن في اليونسكو من ضمن التراث العالمي. كذلك فيه عدد كبير من المتاحف في منطقة الباحة، وهذا بيجعل بإذن الله مستقبل واعد إلى سياحة الثقافة والتراث في منطقة الباحة. التنوع، النقطة الثانية، التنوع الطبيعي لمنطقة الباحة ما بين الجبال والسهول والوديان يجعل منها مقصد للرياضات الجبلية والمغامرات، مثل تسلق الجبال، قيادة الدراجات الجبلية، الطيران الشراعي. كذلك وجود عدد من السدود في منطقة الباحة يجعل من الفرصة للاستثمار بصناعة ممرات مائية من أجل خلق ممرات مائية متحركة من أجل التجديف، وهذه طبعا تعتبر من الرياضات والمغامرات الشيقة والجاذبة للزوار. كذلك منطقة الباحة معدل درجة الحرارة السنوي فيها 20 درجة مئوية، هذا المعدل، ما بين 10 أقل درجة إلى 35. فالجو الجميل هذا طوال العام، كذلك الهدوء اللي تتسم فيه منطقة الباحة بيجعلها وجهة لسياحة الاستجمام في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى وجود نسبة تقريباً 70% من الأراضي صالحة للزراعة، بيساعد على وجود السياحة الزراعية في منطقة الباحة. وبناء على هذه النقاط بإذن الله مستقبل الباحة سوف يصبح وجهة سياحية على مدار العام وليس فقط موسمية في موسم الصيف بإذن الله. كل الشكر. شكرا لك. أخيرا يعني جهود عظيمة وإن شاء الله المستقبل القادم أفضل. نشكر الأستاذ تركي القحطاني والأستاذ عبدالله القحطاني والمهندس حميدي همام آرائكم، وشكرا جزيلا لكم. شكرا. يعطيكم العافية.